بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. على بركة الله هنبدأ مادة تي ام 298 اللي بتتكلم عن Operating System Concept. وطبعا المادة من المواد التكنيكال شوية اللي بتعتمد بقدر كبير على الفهم. صحيح الناس بتفتكر ان المادة نظري، هي فعلا المادة نظري، نقصد نظري ان كلها شرح المصطلحات ومفاهيم انت لازم تعرفها كويس، لكن بصراحة المادة نقدر نعتبرها لطيفة شوية أو ظريفة، يعني هتساعدنا على إن احنا نفهم الأوبريتنج سيستم بيشتغل إزاي. طبعا إيه أنواع الأوبريتنج سيستم؟ هنمر عليها زي الويندوز اللي كلنا بنستخدمه، أو اللينكس، أو الماك أوبريتنج سيستم، أو الأوبريتنج سيستم اللي بيشتغل دلوقتي على التليفون أو السمارت فون زي الأندرويد وزي الآي أو إس. كل دي اوبريتنج سيستم، بس احنا مش هندرس الانواع بالشكل السطحي كشويه، لا احنا هندرس التفاصيل بتاعتها جوه الاوبريتنج سيستم. احنا هنفتح الاوبريتنج سيستم ونفهم كل حاجه وكل مصطلح، وازاي الاجزاء بتاعه الاوبريتنج سيستم بتتفاعل مع بعض او تتكون مع بعض وتتواصل مع الهاردوير اللي هو الكمبيوتر، وكمان اليوزر او المستخدم، وايه الاجزاء المهمه اللي المفروض نكون عارفين وظيفتها عشان نستخدمها بطريقة مناسبة لما نستخدم الاوبريتنج سيستم. فالمادة شوية تكنيكال، عميقة شوية، يعني نقدر نسميها ديب كورس. الديب كورس ده محتاج فهم طبعا، نمرة واحد. نمرة اتنين، في حفظ لبعض المصطلحات، مفيش حفظ كتير بس معتمد على الفهم قوي، فانت هتسمع الكلام كتير شوية، معلش المادة دسمة شوية، لكن في الاخر النقطة الايجابية، يعني حد يقول لي المادة سهلة ولا صعبة، في نقطة سلبية هقول لك عليها وفي نقطة ايجابية. النقطة السلبية ان دراسة المادة دسمة، دسمة جدا، وعايزة تركز وتكون فاهم كل جزئية، مفيش جزء، يعني الجزء اللي هتفوته خلاص مش هتفهمه، مش مرتبطين ببعض، صحيح مفاهيم مختلفة وموضوعات مختلفة، لكن لازم تفهم كل جزء. طيب ده الجزء السلبي. ايه النقطة الإيجابية؟ ان الامتحان بيكون سهل جدا، والامتحان بيعتمد على او بيفوكس على موضوعات معينة، سبجكت معينة. مثلا من ضمن الموضوعات اللي هنشوفها موضوع اسمه البروسيس والثريدنج. البروسيس دي لازم سؤالين في الامتحان على الاقل. طيب شكل الامتحان ازاي؟ هنشوف. طيب مكونات الماده بتاعتنا هندرسها ازاي؟ هنمشي مع بعض كده ستيب باي ستيب زي ما اتفقنا. اوبريتنج سيستم هو نظام التشغيل. وعلشان بس قبل ما ندخل في محتوى الماده، عايزك تفهم معايا احنا عايزين نتعلم ايه او ايه اللي هنتعلمه. بص كده معايا هنا، مثلا احنا من ضمن الحاجات المهمة اللي موجودة عندنا، اي حد بيشتري جهاز كمبيوتر فيقول انا عايز المواصفات بتاعته يكون فيها ميموري معين او ذاكرة معينة، فمن ضمن الشابترز المهمة جدا شابتر الميموري، لازم نفهم كويس جدا. طيب ايه انواع الذاكرة واشكالها؟ يمكن الموضوعات دي كلها هنكون درسناها بشكل سطحي، احنا في المادة بتاعتنا سميناها ديب كورس، يعني هندرس بالتفصيل. فهنا مثلا لو بصيت كده على الهيراركي اللي قدامك ده، هتلاحظ ان من فوق حاجه اسمها ريجستر، دي نوع من انواع الميموري، واخر واحده اسمها الماجنتيك تيبس، ودي انواع نوع من انواع الريجستر. يمكن كلنا ما نعرفش الماجنتيك تيبس او الشرايط المغناطيسيه اللي كان بيتسجل عليها الداتا زمان، والاوبتيكال ديسك والهارد ديسك. من اول هنا احنا شويه معظمنا عارف الهارد ديسك، وبعدين النون فولاتايل ميموري، وكل دول بيعتبروا النون فولاتايل ستورج. يعني ايه؟ يعني دي انواع الذاكره دائمة. النون فولاتايل يعني الغير متطيرة، ما بنقولهاش لفظيا كده، بنقول ان هي دائمة، يعني البيانات بتتخزن عليها بشكل دائم زي الهارد ديسك، زي الميموري بتاعت التليفون، انت بتحط المعلومات عليها، يبقى ده اسمه نون فولاتايل ميموري. الانواع الاربعة دول هما انواع الفولاتايل النون فولاتايل، هندرسهم كده بشكل معين او نعرف معلومات عنهم ونقارن بينهم من حيث السرعه، فلازم نعرف مين الاصغر في الحجم ومين الاكبر في الحجم، مين الفاستر في استرجاع وتخزين البيانات، مين الابطا. طيب وايه اللي فوق دول؟ المين ميموري اللي هي الرام اللي انتم بتستخدموها، بنسميها مجازا الرام، هي عباره عن المين ميموري او الذاكره الرئيسيه، وكمان الكاش. الكاش والكاش دي بتكون ذاكره خاصه ب ديفايسز معينه في المذر بورد بتاعت الكمبيوتر مثلا، والريجستر دي الاصغر يونت في الميموري اللي بتكون في البروسيسور اللي بيتم فيها العمليات، هنشرح بالتفصيل الكلام ده. فده مثلا مثال لجزء كبير جدا عندنا في الكورس، شابتر كامل بيتكلم عن انواع الميموري. طب انا لما افهم الميموري هعرف اعمل ايه؟ هعرف افهم الاوبريتنج سيستم بيتعامل معاها ازاي، يعني ايه بروسيس. من ضمن الحاجات الاساسيه
ان احنا هنا ده الرسمه دي كلنا شفناها في كل حته. لما نتكلم عن الاورجنايزيشن نلاحظ ان دي اجزاء الكمبيوتر كلها متوصله بالسيستم بارت، دي كلها ديفايسز متوصله بالمين، بالمين ميموري او الميموري الرئيسيه، ومحدش فيهم يقدر يتكلم مع الميموري الا من خلال العقل المفكر او السي بي يو او سنترال بروسيسنج يونت اللي هي وحده المعالجه المركزيه. ولا يفضل ان احنا ندرس الماده دي بالعربي النهائي، في ناس درستها قبل كده بالعربي مفيش مشكله خالص، لكن احنا بنتكلم على الكورس بتاعنا او الماده بتاعتنا، فيفضل ان انت تحفظ ان السي بي يو يعني السنترال بروسيسنج يونت دي اللي لها دايركت اكسس على الميموري، هو ده العقل اللي بيتعامل بين كل الاجهزه، بيربط كل ديفايسز مع الميموري. ده بشكل عام كده مقدمة للمادة، او احنا هنتكلم عن ايه بقى بالتفصيل، البروسيس اشكالها انواعها، هنشوف دلوقتي الشابترز مع بعض وهنشوف شكل الامتحان بيجي ازاي. الامتحان مبدئيا كده عشان ده اللي يهمنا طبعا، انا عارف هندخل في الكورس بالتفصيل هنشوف ندرسه ازاي، بس مهم جدا نعرف شكل الامتحان. فمثلا ده امتحان للمادة، طبعا المادة يعني بتنزل كورسز مختلفة في فروع مختلفة، فالموضوع ببساطة مالتيبل تشويس بتعتمد على فهمك لمجموعة معلومات أساسية من اللي هندرسه. طيب يعني أنا أدرس كل ده عشان المالتيبل تشويس؟ أيوه، لأن قلت لك أنت هتتعب في الدراسة بس الامتحان بيكون سهل جدا مباشر وإن شاء الله ما فيهوش أي مشكلة. ديسكرايب 3 جنرال ميثود، أسئلة نظري، قول الطرق الثلاثة اللي البارامتر بيحصل لها باسنج من الاوبريتنج سيستم للسيستم كول. لازم نعرف يعني ايه سيستم كول ويعني ايه البارامتر وازاي بيحصل باسنج، فهنقول الثلاث اشكال او الثلاث الوسائل الثلاثه يعني. اكسبلين مين ديفرنس بتوين شورت تيرم اند لونج تيرم سكادجول، مهم جدا نعرف شيء شابتر كامل بيتكلم عن السكادجولينج، هنشوف دلوقتي ازاي حل الاسئله دي او احنا هنكتب ايه في الامتحان. اكسبلين ديفرنس بتوين اي او باوندد بروسيس اند سي بي يو باوندد بروسيس، وهكذا أسئلة نظري. بعدين الفقرة الثالثة بتكون عبارة عن مسائل، خدوا بالكم الامتحان ده يعني شوية قديم، فمسائل أو كتابة كود. هو احنا عندنا كتابة كود بنكتب سطر أو سطرين، يعني خد بالك هنا أول حاجة بعض السكريبتنج، إيه اللغة اللي هنستخدمها؟ الكورس ده بيدرس بحاجة اسمها سكريبتنج لانجوج، بنستخدم لغة اسمها الباش شيل، دي أحد السكريبتنج تولز اللي بتساعدنا، وهتحتاج برنامج بسيط هننزله من الإنترنت أو هنكتب بالجافا. يعني طب أنت بتقول أو الكوماند الأساسية اللي بتكلم الأوبريتنج سيستم أو البروسيسور أو السي بي يو هتكون كلها بالشيل سكريبت او السكريبتنج لانجوج تولز دي اللي هنشوفها. فان انا اغير بيرميشن ازاي، ان انا مثلا اديليت حاجه معينه ازاي الكوماند بتاعها، وكمان بتسمح لي ان انا اكتب اكواد، يعني رايت سكريبت اكتب سكريبت برنت نمبر الارقام 5 4 3 2 1 باستخدام الوايل لوب، دي سهله جدا واحنا في الكورس بتاعنا يوزنج جافا فهنقدر نكتبها بالجافا. لكن لو طلب مننا هنشوف بقى اثناء الكورس ان لو مطلوب نكتبها بالسكريبتنج لانجوج هنعرف ازاي نكتبها بالسكريبتنج لانجوج، يعني احنا هنكتب كود بسيط جدا 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 وده مش شكل نهائي الامتحان. طب بيجي حاجه تانية في الاكزامز، بيجي مسائل، والمسائل في شابتر مهم قوي هقول عليه، ده اهم شابتر له علاقه بموضوع المسائل. ادي مثال تاني لامتحان برضو للماده نفس الكورس بتاعنا، لكن زي ما قلت لك فروع الامتحانات قديمه شويه، فبيسال برضو اسئله مالتيبل تشويس، بعدين اساي حوالي 5-6 اسئله، وبعدين البروبلم. هنا البروبلم دي من الاسئله اللي بقول لك عليها اللي هي فيها اللوجيك من اللي انت درسته، لو عايزين ننفذ مجموعه من البروسيس فيرست ان فيرست سيرف ولا راوند روبن ولا ايه، فهيقول لك الطريقه وانت هترسم رسم حاجه اسمها جانت تشارت وتوضح ترتيب البروسيس. مساله كده بسيطه جدا او مش مساله رياضيه، بروبلم فيها تفكير وتكتب كتابه بسيطه بس تكون عارف الطريقه. طيب انا هعرف عندنا كام نوع مسائل؟ عندنا 4 أو 5 انواع اساسيه لازم يجي منها سؤال في الامتحان زي السؤال اللي احنا شايفينه ده، وهنشوف بيتحل ازاي. بعدين مثلا مدينا كود هنا وبيقول لنا او بيطلب منك ان انت implement java program named كذا by giving the sum and submission class، مدينا كود زي ما احنا شايفين، انا مش عايز ادخل يعني في التفاصيل قوي، فهو مدينا class java او classين class sum وclass submission، وعايزك انت تعمل حاجه اسمها درايفر من الكلاس اللي اسمه سم اللي بيتعامل مع او بيمبلمنت وسميشن اللي بيمبلمنت رانبل. هنتعلم برضو الكلام ده وهيقول لك يعني دي حاجه معروفه او متعرف عليها، هنشوف بتتحل ازاي وهنستخدم بارس وثريد لو جينا للجزء ده. بس في نقطه مهمه جدا عايزين نوضحها، ان الماده الى حد ما
بالنسبة لنا تعتبر جديدة، فعلشان كده في الكورسز السابقة كل مرة بيلغوا شابترز معينة، يعني مش مستقرين على شابتر. فأنا هحكي لك دلوقتي على ترتيب الشابترز الأساسية اللي ما ينفعش تتلغى، وبقية الشابترز حسب بقى والله إيه الكورس بتاعك، هل هي موجودة معانا أو هتكون ملغية. تعال نشوف كده الشابترز اللي عندنا. الشابتر الأول بيتكلم عن الانترودكشن، ودي فيها موضوعات اساسيه، يعني مش دي بس الموضوعات اللي هندرسها، لا احنا هندرس السلايد بتاعتنا بالكامل، لازم نشرحها بالكامل، بس هنذاكر الموضوعات دي هنركز عليها. الكمبيوتر سيستم اورجانيزيشن، تنظيم الكمبيوتر سيستم نفسه، وفين الاوبريتنج سيستم اللي هو موضوعنا احنا، مش موضوعنا الكمبيوتر سيستم، احنا موضوعنا الاوبريتنج سيستم، نظام التشغيل موجود فين بقى في الكمبيوتر سيستم، هنعرف دلوقتي او هنعرف في الكورس ده. والاركتكتشر بتاع الكمبيوتر سيستم والاوبريشنز بتاعت الكمبيوتر سيستم، يبقى الكمبيوتر سيستم له ثلاث حاجات مهمين هندرسهم، اورجانيزيشن واركتكتشر واوبريشن. بعدين هنتكلم عن الريسورس مانجمنت، ازاي ندير الموارد او الريسورسز اللي عندنا، ايه هي الريسورسز، الجرافيك كارد، الميموري، البروسيسور، كل دي تعتبر ريسورسز عندنا. وبعدين فيك بعض الموضوعات زي السكيورتي والبروتكشن والفيرتشواليزيشن، وبعدين موضوع اسمه ديستريبيوتد سيستم. انا شايف الماده دي هتثقفك جدا جدا في موضوع الكمبيوتر ساينس اكتر منها ماده دراسيه بصراحه. لو انت عايز تدرسها بالكامل هيكون صعب لان حجمها كبير، لكن زي ما قلنا الامتحان برضه بيبقى فيه تعاون شويه او يعني تخفيف شويه، بيبقى فيه فوكس على، يعني في الاخر هندرس مجموعه اسئله هوريها لك هي اللي هيبقى ان شاء الله منها الاسئله، بس طبعا لازم تكون فاهم موضوعاتها. اوبريتنج سيستم سيرفيس ده الشابتر الثاني، هيتكلمنا عن الاستراكشر اوبريتنج سيستم سيرفيسز، ويعني ايه سيستم كول ويعني ايه سيرفيس او سيستم سيرفيس. طبعا ده من الشابترز المهمه، يبقى من اهم الشابترز اللي عندنا ثلاثه، انا هقول في ثلاثه او اربعه شابترز مهمين، ده اول واحد مهم، ده اول شابتر مهم اللي هو اوبريتنج سيستم ستراكشر، وموضوع السيستم كول والسيستم سيرفيس دول مهمين جدا جدا جدا. ازاي اجزاء الاوبريتنج سيستم بتعمل كولينج لبعضها وبتنادي الهاردوير، ويعني ايه درايفر، ويعني ايه نستخدم السيستم سيرفيس، والكلام ده كله. تالت شابتر ده اهم واحد على الاطلاق، يبقى انت كده الماده دي اول ما واحد يقول لي انا مش عايز، يعني عايز ادرس اقل حاجه، طبعا ما فيش الكلام ده، لكن افرض ان انت عايز تعمل كده يبقى تدرس شابتر 3 البروسيس. شابتر 3 البروسيس لوحده لازم يجي فيه سؤالين كاملين في الامتحان، او سؤال ومساله كبيره يعني. فالبروسيس، تعريف البروسيس، ايه هي البروسيس، بتتم ازاي، بتتم فين في الميموري، بروسيس سكادجولينج، عندك خمس عمليات عايز تطبع، وعايز بروسيس يعني امر انت بتديه للكمبيوتر، بروسيس بينفذه على البروسيسور او في البي سي بتاعك. فلما تدي مثلا داونلود من الانترنت وتطبع برينت وتكتب رايتنج في الوورد، يبقى انت كده طلبت كذا طلب، الكمبيوتر يعملهم ازاي، يحط لهم جدول زمني ازاي، الاوبريشن اون ذا بروسيسز، واحد هيبدا واحد يستنى ولا يشتغلوا مع بعض، ينفع ولا ما ينفعش، هنعرف الكلام ده. انتر بروسيس كوميونيكيشن، ساعات بتعمل خطوه وخطوه تكمل خطوه، يعني اتنين بيتعاونوا مع بعض، هنفهم برضو الموضوع ده، والشيرد ميموري. وكمان البروسيس دي عمليه كبيره، فبالتالي هنروح لشابتر 4 اللي بيقسم البروسيس لبروسيسز صغيره او جزيئات، كاني طلبت منك اطبع فانت تقول لي افتح البرينتر، حط الحبر، حط الورق، نفذ الطباعه، انهي الامر. يبقى الطباعه في حد ذاتها دي البروسيس، اما الثريد هو الخطوات اللي انا قلتها دلوقتي 1 2 3 4. طيب اقدر اشغل بقى ثريد وثريد وثريد فيطلع لي حاجه اسمها تزامن او كونكرنسي، هنشرح برضو. يبقى لحد دلوقتي الاربعه شابتر، الشابتر الاول مقدمه لازم نفهمه، الشابتر الثاني مهم الى حد ما، الشابتر الثالث والرابع مهمين جدا 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 جدا، ولحد هنا بيبقى اختبار الميدتيرم غالبا، يعني اربعه شابتر وساعات بيخلوه خمسه شابتر، يعني الميدتيرم هنعرف مع بعض من السكيدجول بتاعكم اذا كان احنا معانا اربعه او خمسه. لو افترضنا ان هم خمسه يبقى السكادجولينج كمان طريقه بقى السي بي يو بياخد البروسيس او الطلبات بتاعتك دي كلها ويرتبها ازاي عشان ينفذها بطريقه احسن اداء، او بنسميها اوبتمايزد بروسيسنج. فهنعرف المالتي بروسيسنج سكادجولينج والثريد سكادجولينج، بس مهم قوي ندرس بروسيس وثريد. اللي مش عايز يدرس الماده يبقى لازم يعرف على الاقل بروسيس وثريد على بتفصيلهم طبعا ومسائلهم. شابتر 6 سينكرونايزيشن تول، التزامن، وازاي انا اخلص حاجه انت تبدا حاجه بعدي، ولو حصل تداخل بيننا ايه المشاكل اللي تحصل. ففي حاجه اسمها كريتيكال سيكشن بروبلم وبيترسون سوليوشن وسيمافور. بعض الاحيان انا هقول اهو، بعض الاحيان الشابتر ده والشابتر اللي بعده بيتلغوا، يعني يا اما شابتر 6 و7 يتلغوا يا اما حاجه تانية هتتلغى. وسينكرونايزيشن اكزامبل، وهنا بيكون في اكواد وبيكون في
افكار لمسائل. يبقى 6 و7 شابترين مش هتكلم عنهم بالتفصيل لان ممكن يكونوا ملغيين من عندنا. طيب اذا مش ملغيين يبقى في حاجه هتتلغى، يبقى 8 او يعني هيحصل لها شورتنج كده شويه، الديدلوك. والديدلوك برضو من الشابتر المهمه جدا، ان ازاي السيستم يحصل له ديدلوك، او اللي هي بنسميها الدائره المغلقه، اللي هي خلاص ما فيش حركه، بنبقى ستاك كده، او بنسميها ديدلوك، هنفهمها بالتفصيل اذا كان الشابتر ده معانا. من الشابتر المهم احنا قلنا 4 صح؟ 2 او اسف 3 و4، 2 و3 و4 وشابتر 9، مهم جدا 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 المين ميموري، وساعات بندرسه بدري شويه بعد المترم على طول احيانا يعني، 6 و7 و8 ساعات بيتلغى منهم اي حاجه، لكن 9 دايما موجود معانا. والفيرتشوال ميموري احيانا برضو بيتلغى، طبعا معناها ان هيتلغى كل ده، لا هو في شابترين مثلا او اقصى حاجه 3 بالكتير بيتلغوا من دول، فبيبقى الماده بتاعتنا يا 8 يا 9 شابترز. وزي ما قلنا شابتر 9 الفيرتشوال ميموري، وشابتر 10 الماس ستورج سيستم. طيب كويس. مثلا هنا اخر حاجه بس عايز اتكلم عنها قبل ما نقول هندرس الموضوع ازاي، هنا في الرسم اللي قدامنا ده الكورس بتاعنا فين؟ ده الكمبيوتر هاردوير، ده الهاردوير، ده الكمبيوتر بتاعك، وفوق هنا اليوزر حضرتك، وعندك برامج بتنزلها. بين البرامج اللي انت بتنزلها وبين الهاردوير في لاير مهم قوي، او في حد بيتواصل بينك وبين الهاردوير، او بين البرامج اللي انت بتنزلها زي البراوزر، زي مثلا برنامج الاتصال بالتليفون، اي برنامج انت بتستعمله بينه وبين الهاردوير التليفون نفسه فيه اوبريتنج سيستم، نظام التشغيل. الكورس بتاعنا كله في الحته دي، في الحته دي اوبريتنج سيستم، هو اسم الماده بتاعتنا اوبريتنج سيستم. بالتفصيل هناخدها زي ما شفنا الشابترز المطلوبه مننا. طيب حاجه تانية عايزين نتكلم عنها بسرعه، هي الـ هندرس منين الماده. طبعا هيكون معانا ملخص، الملخص ده فيه الحاجات المهمه والاسئله الرئيسيه والاجزاء اللي بتيجي كومن عشان الامتحان، لكن بصراحه احنا هنشرح من الاساسي بتاعنا، او الشابترز الاساسيه هتكون من السلايد نفسها. فمثلا ادي الشابترز بتاعتنا بتاعت الكتاب، بتاع كتاب الماده، والشابتر مطلوبه مننا نفهمها كويس. فانا هشرح على الشابترز وبعدين هنتكلم عن الملخص، يعني الملخص اللي احنا هناخده هيكون فيه اجزاء من الشابترز دي، بس الشرح هيكون على الشابتر نفسها. فهنعمل شرح للشابترز كلها او اوريدي موجود ان شاء الله، وهيكون فيه شرح تاني للملخص، لان الناس عادة تسمع الشرح كده مرة لكن عايز الملخص يشتغل منه. طبعا من ضمن الحاجات المهمة قلت لك شابتر 3، شابتر البروسيس، شابتر 4، شابتر ثريدنج، يعني ايه بروسيس وانواعها واشكالها. طيب برضو عايزين نشوف سؤال بعد ما عرفنا كده بشكل عام احنا ايه اللي هنمشي عليه. هيكون عندنا برضو حاجة مهمة اللي هي الفاينل ريفيجن، اللي بنبقى فيها الأسئلة يعني من أسئلة سابقة وامتحانات سابقة. وأدي مسألة البروسيس اللي بقولك عليها، إن البروسيس بيديلك بروبلم وبيديك ترتيب والوقت اللازم لكل واحدة، دي محتاجة كام يونت تايم، ودي وأنت بتحدد أو بتأنس الإجابة بتاعتك بتكون إن أنت بتشوف الطريقة اللي هو طلبها وتجاوب عن طريق إن أنت تعمل يعني تقييم وتختار مين البروسيس الاول مين البروسيس الثانيه، ترسم حاجه اسمها جانت تشارت. وبرده نفس الكلام في الميدتيرم، هيكون عندنا في الميدتيرم ريفيجن مجموعه اسئله نظري، عشان برده انا عارف الناس كلها دايما بتسال انا عايز ادرس، هدرس منين من الاخر يعني. فالدراسه هتكون الاسئله النظري، اسئله الاساي مع بعض البروبلم والموضوعات المهمه اللي بتيجي في الامتحانات. فمثلا كده عايزين بس نوضح جزئيه صغيره، يعني مش هنبدا دلوقتي بالتفاصيل، لكن خد بالك الماده بتدرس ازاي. مثلا هنا انا قلت لك اهم شابتر عندنا في الماده كلها البروسيس، ادي سؤال سهل بيجي في الامتحان، درو دايجرام اوف ذا ديفرنت بروسيس ستيت. البروسيس دي العمليه زي ما قلت لك اطبع صح، فالبروسيس ستيت حالات العمليه، حالات امر الطباعه. يعني ايه حالاته؟ يعني هو بيكون في اي مود، كاننا بنوصف كده الطالب. الطالب اول ما بيسجل بيبقى حالته جديد، بعد شويه بيبقى حالته اكتف انه دفع الرسوم، طب ممكن يوقف قيده فيبقى سسبندد، بعدين يرجع يكمل دراسه فيبقى اكتف مره تانية، بعدين يتخرج من الجامعه فيبقى جراديويتد. دي اسمها ستيت. فاحنا لما نتكلم عن البروسيس الستيت بتاعتها حالاتها زي حالات الطالب كده اللي شرحناها، اند ذير ترانزيشن، والانتقال من حاله لحاله. فالمفروض ان هم 5 ستيت، فانت هتكون حافظ ان في البدايه بيكون النيو ستيت، وبعدين يحصل ادميشن او ادميت فيبقى ريدي. ريدي يعني جاهز ليشتغل، ده البروسيس امر الطباعه، انت طلبته فبقى نيو.
بعدين ياخد ميعاد او يستنى في الجدول بتاعه فيبقى ريدي جاهز يشتغل، لكن مستني البروسيسور يسمح له يدخل، بعدين يسمح له بالدخول فيبقى راننج. يبقى حالتي ان انا راننج، يبقى انا في الاول كنت جديد، انا البروسيس اللي هو امر الطباعه كنت جديد، امر جديد للكمبيوتر او للاوبريتنج سيستم، بعدين جاهز للعمل بس مش بشتغل، ريدي بنسميها رانبل، وبعدين راننج دي معناها ان انا فعلا بقى بعمل برينتنج خلاص. لكن في حاجه ممكن تحصل، الورق يخلص او العمليه طويله قوي فالكمبيوتر يوقف، فيوقفك يعمل لك طرد او خروج فيخرجك عن طريق، فتبقى الاستيتس بتاعتك ايه؟ ويتنج، رغم ان انت مدي امر البرنت بس البرنتر بتنور كده. انا جايب مثال سهل عشان نقرب الصوره، فيبقى حالتك ان انت ويتنج. طب وبعدين لما تحط الورق ويجي له اشاره ان خلاص الورق كامل فيرجع تاني ريدي، ما يشتغلش على طول الا لما ياخد وقته سكادجول ديسباتش، يعني يجي له الدور، في حاجه اسمها الدور، والدور ده بيعتمد على فتره زمنيه هنعرفها، يبقى ريدي يتحول لرننج تاني ويفضل يطبع يطبع يطبع، ويمكن الورق يخلص فيروح لويتنج، ويمكن يخلص طباعه فاكزيت تيرمينيت. يبقى خلصنا، يبقى من البدايه ريدي رانينج ويتنج تيرمينيت، دي الرسمه المطلوبه مننا في اجابه السؤال. شوف الموضوع سهل بس الشرح شويه هياخد وقت منك عشان تفهم الموضوع. في سؤال تاني من الاسئله برضو المهمه اللي لازم نعرفها، انه يجيب لنا كود ويقول لنا اشرح، بس ده لازم انت تكون عارف تقسيم الميموري، الميموري مانجمنت اللي اتكلمنا عنه، فلازم تكون عارف الميموري والتقسيم بتاعها. فده كلاس جافا بسيط، في تعريف متغيرات وفي المين ميثود، وبعد كده عملنا allocation. طبعا ده C++ مش جافا، ده كود C++ عشان في البوينتر اللي انت شايفه ده، فمش موضوعنا، هنعرف برضو الاساسيات بتاعته. هو مش مطلوب ندرس لغات، مطلوب نعرف دي تعريف متغير احنا عارفينها، هنعرف يعني ايه ريفرنس، هنشوفها كمان لما ندخل في الموضوع. فالمطلوب منك في السؤال ان انت تترجم الكود ده، تحوله الى كل كود بيحصل فين في الميموري. فمثلا هيكون عندنا حاجه في الميموري بنقسمها اسمها argc وargv، وبعدين الستاك، وبعدين الهيب، وبعدين المكان اللي بيتحط فيه بعد الهيب بيتحط الانيشلايز داتا والانيشلايز داتا والتكست. فانت لما تعرف متغير انتجر اكس فده مكانه في الانيشلايز داتا، لكن لما تعرف انتجر واي بيساوي 15 ده مكانه انيشلايزد. هو ايه الفرق؟ ان انت عرفت متغير ملوش قيمه، يبقى دلوقتي حجزت مكان في الميموري فقط، يبقى في المكان ده اسمه انيشلايز داتا او الانيشلايز ميموري بليس يعني. والانتجر واي بيساوي 15، الفرق ان انت حطيت الواي برضو عرفت متغير بس اديته قيمه، فيبقى ال 15 دي انيشلايزد، يبقى المكان هنا اسمه انيشلايزد داتا. اتفقنا؟ مثلا انتجر مين ده الستارتنج بوينت اوف ذا بروجرام، اول ما البرنامج يشتغل فبياخد منك بارامتر array of character و argument integer argc، هنعرفهم بالتفصيل، بيتحطوا في حاجه في الميموري، اعلى مكان في الميموري او اول مكان في الميموري اسمه argc argv، دي الستارتنج بتاعتنا. وبعدين البوينترز بيتحط في الستاك، وهنشوف لما بنعمل كولينج الفانكشن معينه اما الوك او الوكيشن يعني بيتحط في الهيب ويحصل بروسيسنج، بعدين يروح فين هنفهم دي. فبالتفصيل مطلوب مننا يدينا الكود جيفن، يعني السؤال ده عباره عن هو اداني الكود اللي قدامك ده، والحل ان انت وزعت كل جزء في الكود وحطيت مكانه، قلت السطر ده بيحصل في المكان الفلاني، فلازم تكون حافظ دول وحافظ وظيفه كل واحده فيهم. ده ببساطه كده مقدمه للماده، ان شاء الله هنبدا على طول شرح السلايد، المحاضرات هتكون على السلايد او اوريدي احنا هناخدها على السلايد، وبعدين هيكون في الملخص اللي شفنا في الاجزاء المهمه. طب الاجزاء المهمه على اي اساس؟ على اساس الامتحانات السابقه وعلى اساس الاسئله اللي معانا في داتا بانك للاسئله كده، وهنشوف في اسئله جديده ولا لا. نيجي برضو لاخر حاجه هنتكلم عنها التي ام اي. عاده بيكون التي ام اي عباره عن اكواد، والكورسز السابقه كان بيطلب ساعات باستخدام السكريبتنج لانجويج او الباش شيل تحديدا او اي نوع سي شيل، اي بس الباش شيل اسهل واحده واكثر واحده شائعه يعني. فهنكتب التي ام اي بالسكريبتنج لانجويج دي، او اتوقع ان الكورس بتاعكم المره دي هيتكتب باستخدام الجافا، فهيكون سهل علينا على الاقل، احنا عارفين لغه الجافا كويس، فكل الموضوع ازاي بقى نتعامل مع الميموري وازاي نكتب بعض الكوماند. بس المشكله ان لغه الجافا مش بتعمل كل حاجه. يعني ايه مش بتعمل كل حاجه؟ يعني في اوامر لازم نلجا للسكريبتنج لانجويج، لان مش هنقدر نكتب كوماند يوصل يوصل للاوبريتنج سيستم مباشره، لان الجافا احنا عارفين ان هي هاي
ليفل بروجرامنج لانجوج. يعني ايه هاي ليفل؟ يعني بتحتاج كومبايلر، وبعد الكومبايلر بيحصل مراحل انتربريتنج عشان نكتب الكوماند يوصل للهاردوير، فبالتالي كويسه وافيشنت ومناسبه، لكن مش في كل حاجه، في اجزاء هنضطر نكتب سكريبتنج لانجوج عشان احنا عايزين نتعامل مع الاوبريتنج سيستم زي ما اتفقنا الماده بتاعتنا، وهنبدا ان شاء الله على بركه الله. السلام عليكم ورحمه